أهلا بكم مجددا إلى موريتانيا، حيث يحتدم التنافس الانتخابي بين 5 مرشحين للرئاسة الموريتانية مع اقتراب موعد الصمت الانتخابي الذي يبدأ مساء الخميس. وتأتي هذه الانتخابات في وقت يصل فيه التجاذب السياسي إلى ذروته بين الفرقاء بعد أن قررت المعارضة مقاطعة السباق الرئاسي، وأصر النظام على المضي في تنظيمه في الموعد الدستوري. فتى البخاري يرصد لنا الوضع في موريتانيا قبل نهاية الحملة الدعائية. هذه نواكشوط العاصمة السياسية لموريتانيا، وهي تنتظر اختيار الرئيس المقبل الذي سيقود البلاد لخمس سنوات قادمة. المرشحون لهذا الاستحقاق 5، وبالصدفة ربما يمثلون طبقات المجتمع الموريتاني، وكلهم يقدم برنامجا انتخابيا يراه الأصلح لقيادة البلاد. الأكثر حظا في الفوز هو الرئيس المنتهي ولايته محمد العبد العزيز، الذي يخوض السباق الرئاسي على محورين، الأول ضد منافسه على سدة الحكم، والثاني ضد مقاطع الانتخابات من أحزاب المعارضة، وهو من سكن القصر الرمادي منتخبا ومنقلبا على رئيس منتخب. المقاطعة حد كامل مقاطع معناها عنه فاشل، حد كامل مقاطع معناها عنه ما هو قاد يتواجه مع الحقيقة. نواكشوط التي تشهد على المسار الديمقراطي حديث العهد ترقب بحذر الحراك السياسي الجديد منذ أول حوار وطني خرج بتعديلات على عملية الانتخاب وقاطعته منسقية المعارضة لتشارك فيه كتلة المعاهدة التي يمثلها المرشح بيجل الهميد. إنه قرار جريء في وقت يقاطع فيه جزء كبير من المعارضة هذه الانتخابات تاركا الميدان لمواجهة غير متكافئة. ومن بين المتنافسين على مقعد الرئاسة الموريتانية امرأة، وهو أمر ينظر إليه البعض بكثير من الاستغراب، خاصة في بلد شرقي العادات غربي التوجه. تبرهن على الوحدة الوطنية وعلى الموريتانيين عادوا فاهمين الديمقراطية ولا فهم إن شاء الله يكون لا ترانسبارانس كل هذا الحراك يقابله آخر دأبت المعارضة على تنظيمه من أجل إفشال انتخابات لا تقتنع بها ولا بمن يشارك فيها، وتضعها في خانة المستحيل غير المسكوت عنه. ضد هذه الانتخابات الأحادية، ضد هذا التيار اللي يحاول عنه يجتاح المجتمع. أيام صخب متتالية وليال سهرت فيها نواكشوط على وقع الدعايات الانتخابية بين المرشحين، وتراشق بالتهم بين المشاركين والمقاطعين. تشهد بعدها العاصمة وبقية المدن الموريتانية صمتا انتخابيا في انتظار يومي الاقتراع، الجمعة للعسكريين والسبت للمدنيين. تضع الآن اللمسات الأخيرة لانتهاء الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية الموريتانية المثيرة للجدل، والتي يصر النظام على تنظيمها وتصر المعارضة على مقاطعتها لتسود البلاد. حملة صامتة يحاول فيها كل مترشح أن يفوز بمقعد الرئاسة الموريتانية. فتى البخاري، الغد العربي، نواكشوط. ولمتابعة مشهد الانتخابات الرئاسية في موريتانيا ينضم إلينا في الاستديو السيد الطيب الغليوفي المختص بالشؤون المغاربية. أهلا بك سيد الطيب. يعني بداية، لماذا هناك الدعوات لمقاطعة هذه الانتخابات؟ دعوات لمقاطعة الانتخابات جاءت بعد لقاء بين الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز والمعارضة، والتي طالبت فيها بانتخابات حرة ونزيهة، وقالت إنه هذه الانتخابات إذا تتم كما تمت انتخابات التشريعية والبلدية السابقة معنى ذلك النتيجة معروفة مسبقا. الاتفاق لم يحصل، والرئيس أصر على تنظيم الانتخابات برغم مطالب المعارضة بتحقيق شروط للنزاهة والشفافية في هذه الانتخابات. الاتحاد الأوروبي رفض إرسال مراقبين، المراقبين تقريبا جاءوا من الدول العربية فقط. هذه الانتخابات إذا معلومة مسبقا، المعارضة تقاطعها بقوة. ليس هناك انتخابات يعني نزيهة. هذه الانتخابات تذكرنا بانتخابات تمت في الجزائر وتمت في مصر. الدولة معنية أساسا بنسبة المشاركة أكثر من هي معنية بالنتيجة، لأن النتيجة تقريبا معروفة مسبقا. وهل ترى أن الحل من المعارضة كان بالانسحاب من مشهد الانتخابات الرئاسية ثم بعد ذلك ليرضوا بواقع فرض عليهم هم خارج هذه الدائرة؟ هو على كل حال الموضوع المقاطعة، أعتقد أنه المعارضة، طبعا أنا لست معنيا بالدفاع عنها شخصيا، لست ناطقا باسمها، ولكن تاريخيا المعارضة التقت مع الرئيس وقدمت له مطالبها
ولكن الرئيس لم يستجب لها، قالت لم يترك لنا مجالا غير أن نقاطع الانتخابات، لم يترك لنا مجالا، لم يعطينا ضمانات، لم يعطينا شروط الانتخابات الحرة والنزيهة. حتى الاتحاد الأوروبي الذي هو تقريبا يراقب كل انتخابات تجري في القارة الإفريقية، الاتحاد الأوروبي امتنع عن إرسال المراقبين لأنه يعتقد أن هذه الشفافية والشروط النزيهة للانتخابات منعدمة. تقريبا هذه الانتخابات بصوت واحد الفائز فيها معلوم. أنت تعرفين أن الانتخابات البلدية والتشريعية التي تمت، الحزب الاتحاد من أجل الجمهورية، حزب الرئيس، فاز تقريبا بأكثر من نسبة 70% من الانتخابات. عمليا حتى الإسلاميين الذين رفضوا المقاطعة في الانتخابات الماضية التشريعية وشاركوا فيها، هذه الانتخابات قرر المقاطعة بعد أن تبين لهم أن المشاركة لم تعد تعني شيئا. الرئيس جاء بانقلاب ومصر على الاستمرار بدون الاهتمام بتقريبا تكوين حياة سياسية ديمقراطية تعددية يتم فيها التداول على السلطة. نعم، هناك الآن حشد في الشارع الموريتاني من قبل المعارضة لمقاطعة هذه الانتخابات، عدم الذهاب لصناديق الاقتراع. هل تتوقع بأن يكون هناك استجابة لمقاطعة هذه الانتخابات؟ أنا أعتقد أنه ستكون هناك استجابة كبيرة. المظاهرات التي جرت في نواكشوط خاصة في العاصمة كانت مظاهرات كبيرة للمعارضة، كانت مظاهرات المعارضة ربما ضعيفة في المناطق الأخرى، في المناطق الداخلية مثل مدينة نواديبو وبعض المدن الأخرى كانت الاستجابة للمعارضة ضعيفة، ولكن في العاصمة الاستجابة كانت كبيرة وسيكون تأثير المعارضة فيها كثيرا. إلا أنه الرئيس عبد العزيز ليس معنيا كثيرا بالتنافس مع الذين ينافسونه في هذه الانتخابات، ولكنه معني أكثر الرئيس بحث المواطنين على الانتخاب حتى يقول أن نسبة المشاركة تؤدي أو تقول أن الشعب الموريتاني لم يستجب للمعارضة ولكنه استجاب للرئيس. هذه هي الانتخابات التي تجري الآن في بعض الدول العربية والإفريقية، انتخابات معنية أكثر بنسبة المشاركة، يعني بجدول انتخابات أصلا أكثر ما هي معنية بمن يفوز، لأنه عادة الانتخابات التي فيها تنافس حقيقي معنية بمن يفوز أكثر ما هي معنية بمن شارك، بكم الذين شاركوا. الانتخابات في موريتانيا كما قلت لك مثل بعض الانتخابات في بعض الدول العربية انتخابات معلومة النتيجة مسبقا. نعم، يعني هل ما سيسعى إليه الرئيس الموريتاني يعني كما تقول الحصول على نسبة مشاركة أكبر لإضفاء شرعية أكبر على هذه الانتخابات كما يحدث في بعض الأنظمة أو في معظم تقريبا الأنظمة العربية؟ هذا صحيح، هو معني أكثر كما قلت لك، يريد أن يقول للمعارضة الشعب الموريتاني ذهب للانتخابات رغم غيابكم. طيب الآن هل الشعب الموريتاني سيغيب أم لا؟ أنت تعرفين أنه في موريتانيا جعلوا كما كان في تقريركم الانتخابات يوم للعسكريين ويوم للمدنيين. نحن لا نجب أن ننسى أنه الرئيس محمد ولد عبد العزيز كان جاء إلى السلطة عبر انقلاب، وكان من المفروض أن يكون أو وعد بدفع البلاد إلى تجربة ديمقراطية جديدة، ولكن الآن أوصل البلاد إلى مستوى أن المعارضة كلها التقت فيما يسمى منتدى الديمقراطية والوحدة وقررت مجتمعة أن تقاطع الانتخابات. كان عليه على الأقل ببعض الإغراءات أن يشق هذه المعارضة بشكل ما حتى يجعل العملية الانتخابية ذات معنى. الآن الذي يجري كما رأيت الصورة، الرئيس ينافس شخصا. ما هي مطالب المعارضة فعليا التي كانت تحاول أن تحصل عليها من الرئيس لتشارك في هذه الانتخابات وبسبب عدم الحصول عليها أحجمت وقاطعت هذه الانتخابات؟ المعارضة طالبت بتقريبا جعل الانتخابات مراقبة بصورة مستقلة، هذا الأساس، حتى لا تصبح الدولة الإدارة يعني وزارة الداخلية والجيش، حتى لا تصبح الإدارة هي التي تقرر في شأن فرز الانتخابات. هذا شرط من الشروط التي لم تستجب له الدولة، لم يستجب له. ثم أيضا المعارضة طالبت بمهل أوسع، الرئيس ولد عبد العزيز حدد التاريخ ورفض أن يتنازل عن ورفض تغييره. ثم أيضا نحن يجب أن لا ننسى أنه الانتخابات تبين في الانتخابات البرلمانية السابقة أن النسبة العالية يعني نسبة حزب الرئيس يفوز بأكثر من 70%، بمعنى من المعاني الرئيس يريد أن يترك المعارضة الفتات. الانتخابات هي عنوان لماذا؟ الانتخابات عادة في الأنظمة السياسية عنوان للمشاركة، يعني نحن ندخل الانتخابات أنا عندي نصيب وأنت عندك نصيب،
الذي يجري في موريتانيا الانتخابات بينت أن حزب الاتحاد نجل الجمهورية وهو حزب الرئيس يأخذ كل المقاعد، كل مقاعد البلدية وأغلبها والمقاعد البرلمانية ومنصب الرئاسة. إذن ماذا بقي للمعارضة؟ يعني لماذا يرفض الرئيس أن يكون هناك مراقبة على الانتخابات كما تطالب المعارضة؟ أيضا هناك لجنة عليا للانتخابات والمعارضة شككت بنزاهة هذه اللجنة، هل هو تشكيك بنزاهة هذه الانتخابات؟ المعارضة مثلا إحدى مطالب المعارضة كانت بإعطاء القضاة القدرة على مراقبة الانتخابات وهو لم يستجب. ثم أيضا عمليات التزوير المتواصلة في أي انتخابات جعلت المعارضة تشكك في الإدارة، في هذه الإدارة المستقلة للانتخابات، وقالت أنها تريد أن تكون طرفا في تنظيم الانتخابات والإشراف عليها وفي حتى في عملية عد الأصوات الذي يجري. الإدارة تريد أن تستحوذ بالكامل على عملية الفرز، وهذا الفرز إذا كان عند الإدارة بدون مراقبة للمعارضة انتظري عينها التزوير الفاضح أيضا. شكرا جزيلا لك السيدة طيبة الغليوفي المختصة بالشؤون المغربية على هذه المشاركة. إذن بذلك نأتي إلى نهاية برنامج ملفات ونذكر بأهم ملفاتنا. أوباما يؤكد أن بلاده ستزيد دعمها للقوات العراقية التي تواصل سعيها لاسترداد المدن الخاضعة لسيطرة داعش. محكمة مصرية تحيل أوراق مرشد الإخوان المسلمين للمفتي. وتنافس محموم بين مرشحي الانتخابات الرئاسية الموريتانية مع اقتراب موعد الصمت الانتخابي الليلة. إلى اللقاء.